نحن الآن أمام الجسر، الجسر الوحيد اللي راه شوية فيه مشاكل، ونتمنى إن شاء الله باش يقدروا يرموه، لأن الجسر أصبح كارثة. هذا الجسر الذي أصبح يهدد بعض المارة هنا، لأنه قادر يطيح في أي لحظة. الجسر أصبح خطير جدا، هذا الجسر وراه يستوقب أكثر من الآلاف من المواطنين يمروا على هذا الجسر، لكن أصبح عرضة قد يسقط في أي لحظة. نطالب المسؤولين المحليين باش يرموا هذا الحائط تاع الجسر، يرموا هذا الحائط تاع الجسر باش ما يسقطش. ايه ان شاء الله باش يرموه. شوف الحديد